زيرو دخلها كيفاش دايره هاك تشوف اي خا واش من درابو شي شو غير الشباك بشباك على طيب ارواح ارواح معايا اصبر اصبر سكر الباب تشوف ارواح هم باك جين مع لعبتكم المفضلة جي تي ا 5 يووو السلام عليكم بالربع يا عزلا اوز اوز انا شديركم جيم بلاي جديد والله حين نكمل لكم السلسلة انت انا ان شاء الله خاوتي اللي راهي مدايرة حالة في القناة اللي لعبة جي تي ا 5 الحياة الواقعية وقبل ما نكملوا خاوتي حبيت نقول لكم شكركم بزاف بزاف على الدعم تاعكم في هذه السلسلة خاوتي واليوم راح نكمل لكم نتبعوا لكم كما درنا تاع المولود تخلطت لي بومب النملية طاحوا علينا الدولة خاوتي راح نكمل لكم واش راح يصير ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الحلقه خاوتي راح تعجبكم ثاني خاوتي نزيد نعاود نقول لكم قلتها في الحلقه اللي فاتت نزيد نعاود لكم اليوم خاوتي باه يعني ان شاء الله ان شاء الله كاين اللي ما سمعش في الحلقه اللي فاتت راح يسمع اليوم خاوتي انت اذا عديت الباك والله عندك صحيبك والله عندك واحد من لافامي تاعك الاخت ولا الاخ والله اللي كان تقدر انك تروح المحل ماكس فريم والله كيما نقولوا حنايا الباج نتاعهم تبعث لهم هذيك الورقه تاع التسجيل والله كيما نقولوا حنايا نتاع انك عديت والله الاشتا تاع اخو المهم جو الورقه فهمتني روح ليهم خوك والله وشخصيه مع لي بري خاوتي حتى ندير لكم روميز ولا كيما حنا بروموسيون على لي بي سي جيمر لاصحاب الباك خاوتي الرابط تاعهم اسفل المقطع في الديسكريبشن هما والموقع نتاعهم كذلك خاوتي بعيدا عن الباك تقدر انك تشري دي بي سي تقدر انك تشري سوري اي عفسه راك حبها من عند محل ماكس فريم في الديسكريبشن خاوتي بلا ما نوصيكم ما نطولش عليكم بزاف وقبل ما نطولش عليكم خاوتي قولوا لي اسكن هكذا خير شوفوا بنواضر باش خاوتي زي وزيك جول في الواقع زي وفي الكاميرا زي ما فهمتش عليها راح تقعد علامة تعجب منها فهمتوا دخلوا عليها وصوتوا هذا المكان ما نضلش عليكم بزاف ليتس جو اسمع نقدر نديك اول ورانا رايحين ورانا رايحين شويه من برا لا لا بحي مقيله راح يديونا ندورو برك يدقلبونا ما حنا خاطرين تحوسه خفيفه يا ربي حضرات ما تخليليش روز بومبو هذاك اسمع خليه لي انا يا روز بومبو خليه لي علاوه معايا علاوه معايا الخميسي يا حرام وحده دير خميسي دير خميسي اسمع خاطر اي حلوين ورانا نطلقوك تخافش خافش لازم يكون رجال في الحبس خميسيه نعم 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 مش مشكل مش مشكل ضبط بعد تعال مانيش نشوف اصبر اصبر راه يدي من الحبس انزل انزل اصبر خليه يطلع انزل انزل الحلو لي مينوت هذا تقول لي كريمينال شي شنو درت راح نحي كريمينوت فهمتني انا عمان انا راح نحيلك اي يطلع عن نفس السياره يطلع عن السياره الزرقاء هذيك اطلع فيها هذه هذه هنا هذه وين هي وين هي هذه اطلع منها اطلع منها انا راح نطلع ها اه علم كبير يا زيد طلع انت او سيب الله لا تربحك الخال العلاوه بجرتك هذه جرب الخميس راح انت وليت رطك المعركه خطيفات نسيت والله يا ودي انا كنت حاطه نورمال انت اللي ديتها في الهاويه اقسم بالله اللي هرسلهم الديار غير بشويه ايخا وتقول ما عوشني حضرت تسلقنا بيلو اسكت اسكت برج بالله حضارات حضارات وقيلا مازالت المحكمة تاعنا طول يا اخي الجنايات يطولوا ايه طولوا يطولوا ايه ايه تسمى دوك نضربوا عدد السنين بيحقوا معنا بيدي بيحك وقفونا قدام مصدر الشرع قال لك لا شوفوا لابي الملاحة تسمى في ديك بلاصك مصدر مليح الروز على بالك ايه ردي اسكت حضارات انا انا ولفت الحم معليش تشري لي شويه كيفاش الحم قال لي ولفت الحم قال لي ولفت الحم حبيبنا واش من الحم انت واش من الحم اسمع اسمع تقدر تجي شغل امها ثم نقعد معاها تمشط لي شعري عم بك مولف شغل دير لي تسريحه شعر الكيراتين يجيبوا لك امك ويزيد لك الكيراتين ويدير لك ربي يا ربي واش قعدت ودرت في تاريخي في حياتي اسمع اشهد معنا بين تبري ناس مليح قول لهم قول لهم باللي خاطيه مسكين والله الله ربطونا والله خطات انا ما درنا والو انا ما درنا والو غوز بومب والله لا تربحك اسمع اسمع شوف رايحين للحبس لازم تما نكونوا قويين فهمت اسمع اسمع ترى لي تلقى غير حاجه اللي محيرتني يا جماعه الغوز بومب كي يصرى له في الحبس
يا ماني معاه معاه انا نوقف معاه راجل انا نوقف معاه راجل دوك انا اللي انا ذراعه ان شاء الله هو انا ذراعي لا غوش وانا لا دروات يضربوني ان شاء الله يضربوكش يضربوكش ايه الحبس تجي واش فيه الحبس كيما بريزون بريك ايه كلك ذاك برك جماعه ما مش حاجه كي تفرجت بريزون بريك تفرجت هو هاك ذاك يا ربي يا ربي اسمع كيما هذيك كيما تفرجناها في ام بي سي 3 هذيك تاع سلاح في النينجا اسكو شو سلاح في النينجا تيك حطها بصدق تاع اللاتيني شويه يا ربي يا 2 hours later اسمعكم مدينه الحراش والله وين حبس مدينه ليه الحراش راه عندنا زد 3 سوايع وحنا في الطريق يا لطيف الحراش وشويه حر وشويه حر وشويه حر الحراش انا كنت حاطه مدينه الواحد كش ما دد ايخا انا الحاجه اللي قالوا لي مليحه في الحراش هي لابيري على بالك يا ودي واش بدا دوك تشوف الجيش كيفاش داير يا خويا الجيش تاع الخنات وقيلا يجيبونا الجيفه على بالك اسمع اسمع يجيبونا الجنين الجاج ويديروه يا ربي اسكت علينا الله والله قال الدجاج والكرعين ما يطيلوكش يبيعوهم قال له الكرعين اسمع 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 تيك الاخر اسمع وقال لي حنبث لك بلون قال لي حميده حميده جارنا او يعرف يعرف تعيط تعيط اسمع قال لي قال لي روح روح بلون خير تخرجكم فما وانت وانت وغير حاطه بريزون بريك صح انت تك حاطه اسمع ربي يهضر لازم يسمعناش هاك تشوف يا اخي البلاد يا اخي بحبسيه يحبسوا لهم ليسونز ها يلا خلصوا لهم ليسونز ها حولي ولي هذاك العيب دوله كومبليت طيحون بان الله راه هو ياك تشوف يا ودي والله راه بليس زيرو دخلها كيفاش دايره هاك تشوف واش من درابو شي شو غير الشباك بالشباك على لطيف اسمع 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 البلون البلون وبك شو يجي واش من البلون اسمع هو قال لي حميد كاينه خرجه من تحت زيكوات زيكوات ايه نورمال معليش المهم هرب هاي خلا ما تعيطش برك ما تعيطش انا العين يا ربي يا رب هذوك يدخلونا من الباب لازر كذاك على بالك يا ربي روحوا لنا من روحوا لنا من عند الحيط وين عند الحيط عند الحيط لصق الحيط على يدك بعد ربطكم بعد بعدكم بعد بعدني تلصق في حياتي انت راغطي روح انا فاتح انا فاتح اروح فتش فتش ما عندي ما حياتي كيف رعدت فينا مال You are being chased by the police اوكي بعد لي اسمع كنت تقولوا لي عطلة وسنك اطوال صح والله خير قد نفهمك خير قد نفهمك مش مشكلة مش مشكلة اسمع تخلص عليكم بالاعمال الشاقة بون باش نفهمكم قبل ما ندخلوا شوف اي اعمل شغب هنا راح تخلصوها غاليه يزيدوكم في مده العقوبات تاعكم اي انضباط النظام شوف ما تتبلى حتى واحد ما يتبلى حتى واحد باش نخبركم نعطيكم نصيحه برك مادام نتوما راكم غوز بومبو من كاع شوف بعدو عليك حال شوف ما تروح حتى واحد روحوا بعضكم مشوا مع بعضكم بعض باسكو هذوك حالش واعرين هذوك اذا انا بالي على بالي خلاص مش مشكل نخبركم يا ربي يا ربي أيوة ونتمنى لكم أنا الخميس يدك أصبر إقام الله لا يتربح العدو إن شاء الله أي والله أي تبعوني تبعوني أنا عين دخلوا من الباب الأزرق أما أسمع أسمع خميس كنت تسكت بعد من عذر مش ذوق كذا ما أدري وش لا وين بساعة الخير إن شاء الله دخلوا لنا هذا الحبس وشوي عار خاوتي وعر بزاف الله وعر شي هذا العياط هذا اوسكاتا شي لي العياط هذا اها 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 وش بيك وش بيك وش بيك وش بيك وش بيك اضربني راميس ولتحت راميس راميس اللي تليح ليك وش درت له تها درت له والو راميس هذاك يا قلت لك احكم السيونه تاعك تا قاعد الدور اللي تخالط ارواح 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 معايا ارواح 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 معايا اصبر اصبر سكر الباب تشوف ارواح تيدو قاعدين تاني قلت لك روح حتى ثاني قاعد وراه وراه السيلونة تاعو اللي هي هذيك الديس والله وسمها ايه الأمز الأمز ارواح ارواح تيح ليك نعد تشوف ايه ودي كفا خبشك تقول انه قط ارواح ارواح السلام عليكم يا ودي ضعيف احشان ما عندكمش دق داركم دق دق ارواح ارواح انا ارواح عندي هضره معك في الدروج ارواح اصبر اصبر ما ندق دق ما والو قلت لك عندي معك دق دق مول اخرى اسمع اسمع عندي هضره معك في الدروج ارواح ارواح اصبر دقيقه ربك كمل السؤال حكايه الخانز ارواح نستنى فيك ليه ارواح 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 علاو ارواح
تهضرش معاه او جا وجا اطلع اطلع للدروج وقعد اطلع في الدروج وقعد اطلع اطلع اقعد لهنا اطلع اطلع علو تضرب بنا في طفل لا ضرب بنا في طفل اه ما جابليش لمانه اعطيت له وحده لمانه قلت لك قول لي عليها بزاف قول لي عليها بزاف قعدت وحشمت منه ما حبش يجيبها تما تتحوس تما عطيته شوف 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 انا عطيته اليوم افيرتيسمون غدوه ما يجيبهاش ها وش راح ندير له ما راح يصور فيس بيزار شوف شوفتك ما تعرفنيش بالك تقول لي جديد حتى تحقرني والله يا اخي شوف شوف راك جديد هنا انا راني اونسيان هنا الحبس هذا وتحت يدي تسمع اروح 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 ارقد اروح هلا اطلقني اطلقني عليه اطلقني عليه اطلقني عليه تخلطت خالتي صاي ما تضربش ما تضربش ما تضربش ما تضربش اسمع صاي بطاجونو يا لطيف تخلطت وراه علاوه وراه